عم قسم خد، وانا مش عايزاه وانا مش عايزاك يا عم، يعملوا لهم كام دول؟ ان انا اعيط قدامك كل العياط ده ودموعي ما تفرقش معاك خالص، وتفضل مكمل في كلامي يوجعني، انا مش عايز اكمل معاك. السلام عليكم يا اخواتي، النهارده انا جاي لكم بفكره مقلب جديد، فكره مقلب ما اتعملتش ابدا تمام، وهتخش على بوسي. انا دلوقتي رايح لبوسي، جميل، هعمل فيها مقلب لان انا مش عايز اصور معاها تاني، عشان المتابعين كارهين ان هي تنزل معايا، علشان هي اول ما بدات تصور معايا الريتش بدا يقع بقى والشغل ده، فاهمني؟ فهعمل فيها المقلب وخليكم معايا، اللي ما عملش لايك يعمل، واعملوا فعلوا زر الجرس واظبطوا الدنيا وسبسكرايب بقى حبايبي. اخواتي دلوقتي انا هنادي على بوسي، بوسي هتيجي هتقول لي انت ماسك التليفون بتعمل ايه، هقول لها ان انا بعمل فيديو على اليوتيوب وهصدمها واحنا بنعمل الفيديو، تمام؟ بوسي تعالي كده، انا هبدأ الفيديو من دلوقتي. ها بالنسبة لها هبدأ الفيديو من دلوقتي. السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، النهارده جاي لكم بفكره النهارده جاي لكم بفكره فيديو جديد. الفكره هتبقى عباره عن ايه ده؟ تيجي تاني تقعدي جنبي ليه؟ عادي بصور معاك. تصوري معايا؟ ايوه حبايبي وحشتوني. حبايبي وحشتوني ايه؟ خلي بالك المتابعين اساسا مش بتحبك. قلبي ولا ايه ده، انا عندي 365 الف بيحبوني. يالا في كومنتات، في كومنتات كاتبين لي ان انت مقعل الريتش وان انت مش مزوده للريتش ولا نيله، بيقولوا لي ان فيديوهاتك لوحدك، بيقولوا لي ان الفيديوهات بتاعتك لوحدك احسن من الفيديوهات مع انا عارفه الناس المصورين دي، انا مقعل الريتش يا جماعه وبرده هنصور مع بعض. مش عاجبه الفيديو بتاعنا يقلبه، حاجه بسيطه حاجه سهله. مش عاجبك فيديو لينا او مش عاجبك يا مصورين فيديو لينا اقلبيه، وانت لازم تتفرجي على الفيديو وتكمليه للاخر اقلبيه. طب وفيها ايه يا بوسي لما كل واحد فينا صار لوحده؟ كل واحد فينا صار لوحده؟ انت مش عايزني يعني ولا ايه؟ مش فاهم بصراحة. انا حبيت اعمل الفيديو دوت قدام الناس. انت قصدك ان انا كل فيديو بنط فيه يعني؟ انا حبيت اعمل الفيديو دوت وانزله على الاكونت. قصدك ان انا حبيت اعمل الفيديو دوت يا جماعه؟ انا كل فيديو عبده يعمله ابقى مكتب فيه مالكوش دعوه، خطيبي وانا حره اعمل معاه فيديوهات براحتي، انتوا مالكوا بقى؟ ست وانا مش عايزك تعملي معايا فيديوهات، عايزك تعملي فيديوهات لوحدك. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ايوه بجد انا مش هعمل معاك فيديوهات تاني، دوت ممكن يكون اخر فيديو نعمله مع بعض. لاجل ان بجد بتقولي كده قدام الكاميرا؟ بقول لك كده قدام الكاميرا بجد، علشان هو انا يعني هو انت مش قادر. بصي يا حبيبتي وتتكلم معايا مش هينفع، لازم انا اقول الكلام دوت في فيديو علشان انزله، علشان ارضي المتابعين اللي بيقولوا ان انت اللي بيقولوا ان بوسي مقعلك الريتش، فاهمه؟ فلازم مقعلك الريتش. فلازم اعمل ايه؟ اعمل فيديو وانزله علشان هم يشوفوا الفيديو يقولوا صح، عبد الرحمن صح، عمل الحاجه الصح، تمام؟ ده انا ما بنزلش فيديوهات اساسا، ده كل فيديوهاتي، ده ما بنزلش فيديو لوحدي، كل فيديوهاتي ليك اصلا. ماشي يا حبيبتي عشان انا مزود لك الريتش. انا منزلها 200 وحاجه فيديو، 200 وحاجه فيديو. انا مزود لك الريتش يا ستي، انا مزود لك الريتش. الريتش اللي انت قبل ما تصوري انت لو بطلع لوحدي بجيب نفس الريتش اللي انا بجيبه معايا. هو انت قبل ما تصوري معايا فيديوهات في الاول خالص كنت بتجيبي ريتش، كان اخرك بتجيبي 1000 2000. اصلا ما كنتش مهتمه، لو كنت مهتمه بالريتش ومهتمه بالفيديوهات انا كنت هنزل. ما كنتيش قلت لي في يوم انا عايز اصور معاك. ايه؟ انا ما جيتلكيش في يوم وقلت لك عايز اصور معاك. ليه وانا ما قلت لك؟ دلوقتي بعد اذنك، دلوقتي بعد اذنك انت فاتح كاميرا وبتتكلم. اسمعني، طالما انت فاتح كاميرا وبتتكلم وعمال تحرجني قدام الناس كده اهوت، وهو اصلا مين اللي قال لك وانا قلت لك تعالى نصور مع بعض ليه؟ مش عشان انت كنت بتصور مع بنات تانية غيري؟ انا احساسي ايه يا جماعه وانا مرتبطه بيه وهو كل شويه ينزل لي مع واحده شكل ويصور معاها؟ انا دلوقتي ماليش دعوه، انا اصلا ما كانش ليا في التصوير، هو اللي كان كل شويه ينزل مع واحده شكل ويقول لي ده شغل ومش شغل، وانا بصور معاها مصلحه ومش مصلحه، وانا احساسي ايه وانا مرتبطه بيها وعمال يصور مع البنات؟ انا دلوقتي كان يكلمني ماليش دعوه بالكلام ده. يا حبيبي انت فين؟ اسمعني، كان يكلمني اقول له ايه يا حبيبي انت فين، يقول لي انا رايح اصور مع مش عارف مين. معلش اخر فيديو ليه، معلش استحملوها، كملي.
ويقعد يصور مع البنات وانا معاه وانا وانت لما نزلت معايا في يوم لما كنت بصور مع البنات. السبب اللي خلاني نزلت صورت مع عبده اصلا ان هو كان كل شويه مع بنت شكل. بس كنت بحبك. ماشي كنت بتحبني بس كنت عمال بتصور مع بنات وتمسك ايد دي ومش عارف تعمل ايه دي. اقسم بالله كان بيمسك ايد البنات قدامي. ايد البنات؟ هو عيب؟ بصي يا جماعة انا هثبت الفيديو دلوقتي تمام وهجيبها ونقعد ونشوف هعمل معاها ايه. بعد اذنك. بصي دلوقتي قفلت. ماشي يا بعيد. طب ماشي انا هقعد جنبك بس ما تمسكش ايدي كده. صلى على النبي. دلوقتي احنا بنعمل فيديوهات عشان مين؟ عشاني. لا بعمل فيديوهات علشان اخواتي اللي هم متابعيني اللي هم شايفيني قدوه ليهم. ديت حاجه. لا انا عامه بعمل الفيديوهات اللي انا بعملها دي عشانك. تمام؟ اسمعيني. لا اسمعني. دلوقتي اخواتي. دلوقتي اخواتي دلوقتي انت تحرجني في التصوير وانت يا حبيبتي فيديو مش هنزله خلاص مش منزله توصل طالما هيزعلك توصل انا ما كنتش اعرف ان هو هيزعلك اساسا وان انت تطلع في فيديو وتحرجني وتقول انا مش عايز اتصور معاكي والريتش بيقع بيكي معنى ايه الكلام ده؟ ما هو فعلا دي حقيقه ان فعلا الريتش وقع خش شوف الفيديوهات هتلاقي الريتش واقع جدا وشوف فيديو ليا لوحدي هتلاقيه مرفوع اصلا الناس بتعمل لك لايكات عشاني والله ليه يعني تعمل لي لايكات عشاني حبيبتي يا عبد خلاص لو انت مش عايز اطلع معاك في فيديوهات عادي حبيبتي ممكن نعمل مع بعض فيديوهات بس ما ننزلهاش فاهماني يعني فاهمه انا وانتي في وقت فراغنا يعني نعمل فيديوهين ثلاثه نشيلهم لنفسينا ممكن اسالك سؤال ايه يا حبيبتي هو اصلا مين اللي منزلني عشان اصور في البدايه مش انت انا اللي منزلك وانا اللي بقول لك دلوقتي كل واحد فينا يصور لوحده انت قايل لي ان انا لازم اصور مع البنت ومع البنات دي عشان شغلي ومش شغلي يعني انا نزلت اصور معاك عشان اساعدك انت ماشي يا ستي بعد ما تعلى تيجي ما انا حابب تغيير ما انا اعلى ايه انا حابب تغيير الناس بقت عايزه وش جديد وش جديد الناس عايزه وش جديد معايا يعني الناس متعوده بس انا مش هعمل كده واصور لوحدي كلامك ما خلاص بقى ما انا عشان وانا زمان قبلتها ان انت تنزل تصور مع بنات غيري دلوقتي انا مش هقبلها ما انا علشان لبست بقى وخطبت فخلاص مش هينفع انزل مع بنات غيرك بس هصور لوحدي لبست وخطبت؟ هو انت مسمي خطوبتنا لابسه يعني مش انا احلى لابسه في حياتي خطبني غصب عنك يعني ولا ايه؟ كنت بحبك يعني فاهمه كده بقى نرجع لموضوعنا بس يا بوسي بالله عليك ما تعيطيليش بالله عليك ما تعيطيليش ما بعيطش اوعى كده ما بعيطش انا مصدومه فيك اقسم بالله من الكلام اللي انت بتقوله تعرف ان انا قلبي ما بقاش يتحرك شعرايا بين دموعك عشان انت دموعك اغلبها كذبه اساسا انا ما بعيطش اصلا انا كل اللي مضايقني ومزعلني ان انت تحرجني كده قدام الكاميرا خلاص ما احنا قفلنا الكاميرا ماشي وليه تحرجني قدام الكاميرا حبيبتي فيديو لا مش لا انت اي فيديو ما بيعجبنيش بلاقيك منزله فيديوهات كتير قوي بتعملها انا بقول لك الفيديو مش عاجبني ما تنزلوش انا ببقى بيبقى شكلي حلو فيه انا شكلي بيبقى حلو في اي فيديو لا انا مش بتكلم على شكلي عادي انا في فيديوهات بيطلع شكلي حلو في فيديوهات بيطلع شكلي وحش وبخليك تنزلها عادي انا الفكره في ان انا لما بلاقي الفيديو ده مش عاجبني واقول لك عبده ما تنزلوش بلاقيك نزلته في فيديوهات ينفع تنزل وفيديوهات ما تنفعش تنزل خلاص يا حبيبتي امسح الفيديوهات بتاعتك كلها من على الاكونت كلها انت تمسح الاكونت كله اصل كل فيديوهات الاكونت بتاعتك الاكونت بتاعك بتاعتي عادي يا حبيبتي معايا فيديوهات لبنات تانية انزلها على الاكونت مكان فيديوهاتك عادي بس انا مش هعمل كده عشان انا مش قليل اصل مش بعد ما انت وقفت جنبي اجي اغدر بيكي الغدره دي لا انا هعمل معاكي حاجه حلوه لا انت قليل الاصل حقيقي انا فاكر يا حبيبتي انا مش قليل الاصل يا روح قلبي بس في حاجه المتابعين بتوعي مش حابينك تبقي معايا فانا دلوقتي الحل ماشي يا عم محدش يحبني ابقى معاك ايه بقى ليه؟ يا عم مش عايزة حد يحبني ابقى معاك حبيبتي اسمعي اسمعيني خلاص يا عم انا مش هصور على ولا هنزل فيديو مش عايزة اشوف فيديو ليه على صفحتك انا اصلا مش يا روحي انت تصوري لوحدك وانا اصور ماشي خلاص يا عم مفيش اي حاجة عادي
طب ماشي، عايزين نفكر. انا هتصل لوحدي وانت هتصل لوحدك. خلاص ماشي ماشي. انا بقول لك ايه صح، ماشي يا حبيبي. كان في واحده مكلمانا على الانستجرام بتقول لي عايز انزل اصور معاك. انزل صور معايا، يبقى وش جديد صح، حاجه كده مختلفه. انا اي حد بيخش يكلمني على الانستجرام ويقول لي انا عايز اصور معاكي، بخليك انت ترد عليه اصلا، وبتسمعه اوحش رد. اوحش رد؟ طب ما تاخد انت التليفون، تيجي انت تكلمك وترد عليها وتقول لي عايز اصور معايا. طب ما تاخدي كده وترد على البت دي وترد عليها اوسخ رد. لا يا حبيبي، انت طالما عايز وجه جديد في القناة عندك عادي، اقول لك روح ارتبط ببنات غيري عادي. روح شوف انت تعمل ايه، بس بعيد عني، انا ما بقبلش انا اكل مع حد غيري. ما 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 النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطه. انت ازاي بتعمل كده؟ عارفه ليه؟ عشان ما بقتش احبك. انت اصلا بتاع مصلحتك، كل ما تيجي تشوفني لازم. اوه ماي جاد، تعيطي تنزلي دموع عياط. ايوه اليوم انا ما بنصورش فيك، بحس ان انت متضايق وما بننزل ما بنصورش. فيك كله، فيك دموع، فيك. بتحبيني؟ أبدو على السكن بقى. بقولك بتحبيني؟ مش على السيد. بوسي. أنا منظمة فيك بجد، يعني بعد كل اللي أنا بعمله عشانك أنت يا ستي. أكتر واحد عارف أنا عملت إيه عشانك، وقابلت مشاكل كتير قوي من أهلي أول ما جيت نزلت اتصورت معاك، وكنت بتحدى أي حد، وكنت بقول ده شغل، وبقول أنا بساعده وبوقفة جنبه بسبب الفيديوهات اللي إحنا بنعملها، وكنت باخد تريقة من ناس كتير قوي وناس بتوع سوشيال كانوا بيتريقوا على فيديوهاتنا، وكنت بستحمل كل التريقات دي عشانك. ودلوقتي تيجي دلوقتي تقول لي دلوقتي كلهم بيتمنوا يقفوا معايا. هي يعني ادي شكرا، لوقفتك جنبي. انا فكره انا ما عنديش مشكله خالص ان انت ما تصورش معايا، اكونت اليوتيوب بتاعي مش هيقع من غيرك مثلا، ما عنديش اي مشكله والله. انا المشكله اللي مضايقاني ان انت جيت حلقتني قدام الناس في الفيديو، يعني كان ممكن. انت لسه قايله ايه؟ اكونت اليوتيوب مش هيقع من غيرك لو انت مشيت يعني؟ اه مش هيقع. متاكده؟ ايوه، عشان الناس متابعيني انا، عشان بتحبني. مش هتلاقي كل، اكيد مش ال 300 وحاجه دول بيحبوك انت مثلا. طب خلاص، في ناس عارفه. طب ما هي محلوله اهي، بتعيطي ليه بقى؟ دموع فيك والشغل ده. طب ما هي محلوله، انت تصوري لوحدك يا بنت الحلال وانا اصور لوحدي يا بنت الحلال، خلاص خلصت. ايه يعني عياطك ده فيك؟ انا بعيط دموع فيك؟ اه طول عمرك بتعيطي لي دموع فيك. طب تعالي صوتك لمين على فكره؟ عشان انت خانقاني، انت خانقاني. طب ما تعالي صوتك عشان امي قاعده بره. الله، شوف انت رايحه فين كده، مش عايز اشوفك قدام. يلا امسك. انا اصلا الاقيهم، انا اصلا ما بقتش حابه البسهم حاجه جوايا كده، بقيت كارهه ان انا البس ذهبي، انا كارهه ان انا البس الذهب وامشي. طب ما انا كمان مش لابس على فكره. انا كارهه الذهب اصلا، خده، انا مش عايزاه وانا مش عايزاك. يعملوا لهم كام دول؟ ان انا اعيط قدامك كل العياط ده ودموعي ما تفرقش معاك خالص، وتفضل مكمل في كلامي وجعني، انا مش عايزه اكمل معاك عشان انا كل اللي عيطت ومش فارقه معاك عياطي. عادي والله، مش اي حاجه اقسم بالله، يعني انا اكونت اليوتيوب مش هيقع من غيرك والله يا ابني. عادي، انا لو عايزه اصور مع حد هلاقي الف حد سواء انزل اصور معاه، بس انا اصلا هيبقى اسمك ايه؟ ليه؟ انا زي ما اتخطبت لك مش هتخطب لغيرك مثلا؟ لا، محدش هيخطب، محدش هيبقى بتاع خطوبه، كله هيبقى بتاع تسليه. عادي، انا هصور انا واخواتي، انا مش هصور مع الفيديوهات تاني. احسن برضو. افتح فيديو. افتح فيديو؟ اه
لا انا هقول انا يا جماعه انا وعبده خلاص مش عايزه اصور معاه فيديوهات تاني، طالما هو عايز كده هكمل لك بقى بقيه الفيديو اللي انت عملته. انا هكمل لك بقيه الفيديو، انا هنهيه واقول له خلاص، لا لا انا لا لا هقول لا لا خلاص يا جماعه انا مش عايزه اصور معاه. انا هنزل الفيديو ده كده زي ما نزل هو. رجلك. انزل رجلي؟ ايوه انت قاعد ليه كده؟ انت متقنعر على ايه؟ انا مش فاهمه، وانت فاكر نفسك محور الكون؟ انت فاكر نفسك محور الكون ولا انا مش فاهمك برضه؟ يا بوسي دهبك عشان ما يتقطعش، امسكه امسك. ذهبك دوت ما يجيش فسوة. يلا قوم الدكتور وشيني قوم اطلع بره اوضتي. اطلع بره اوضتك اه ليه؟ كده عايزه اقعد. وقال لي ليه؟ مش عايزه اقعد معاك. انا قاعد. ماشي، وانا عايزه اقعد لوحدي. قوم اطلع اقعد في الصاله، قومي قاعده بره. ست انت مالك؟ ماشي اقعد في الصاله خدي بس وريها. دهبك كده البسيه، مش كل مره نتعارك فيها تديني دهبك. لا احنا مش متعاركين، احنا سايبين بعض. سيبنا بعض اه كل ده عشان اقول لك تصوير؟ هو يا بنت يا بنت الحلال، انا اعرفك من قبل التصوير. ماشي، اللي بينا انا عارفه ان اللي بينا مش تصوير، بس ما تجيش تحرجني تحسسني ان انت اعلى مني وان انت ايه. هو انت عشان كملت يعني 900 ألف يعني بقيت بتتقنعر ولا ايه؟ هو مين السبب في كل ده اصلا؟ انت السبب. ماشي، لا ماشي، ربنا سبب في كل ده، وانا وقفت جنبك في حاجات كتير، بس ما يخلكش تتقنعر. انت فعلا اوعى وقفت لا جنبي. ما يخلكش تتقنعر عليا القنعره دي. قلت لي مش عايزك في الفيديوهات، الله يرحم لما كنت تقول لي يا بوسي انا مش عارف اعمل ايه، انا بنزل اصور مع دي عشان مصلحتي، انا ما بحبهاش، انا بحبك انتي، ولاقيك ماسك ايد البت في الفيديو، واستحملت كل دوت عشان مين اصلا؟ معشانك حبيبتي، صلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. ده كان مقلب والمتابعين طلبوه مني، كان مقلب. ماشي، كان مقلب. وانت تطلع ليه تحرجني؟ على فكرة في مقالب ينفع تتعمل وفي مقالب ما ينفعش تتعمل، ليه تطلع تحرجني؟ يا لهوي يا انت أمه. عارف ان انا بعيط من اقل حاجة، من اقل كلمة، حتى لو انت بتقول الكلمة دي بهزار بتلاقيني عيطت انت وزعلت. كده ايدك افتحيها يا بت، افتحيها. ايه ده؟ تمت الخطوبة بنجاح يا أحلى اخوات في الدنيا. التفافة بتنفع برضو. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بلاش عافينا بقى، بلاش عافينا بجد عشان انا اتقرفت. حبيبتي دلوقتي الكاميرا هناك اهيت، تمام؟ وده مقلب اخواتي كانوا طالبينه مني فعملته. بس يا بصي انا هقول خلي اخواتك كلمتين، تنفعك بقى. انا هقول كلمتين للكاميرا، بصي كده للكاميرا، انا هقول كلمتين يا جدعان. انا لولا بوسي انا ما كنتش وصلت كل اللي انا فيه دوت. كلمه حق ربنا وحده يشهد عليها، تمام؟ بوسي هي الوحيده اللي وقفت جنبي، بوسي هي اللي الوحيده اللي كانت بتشجعني. ده جزايتي يا جماعه، ده جزايتي. بعد ما وقفت جنبه جاي يقول لي عشان خلاص داخل على المليون، جاي يقول لي انا مش عايزك معايا في الفيديوهات. امال عايز مين؟ يا لهوي ده كان مقلب يا بنت الحلال، مش كان مقلب. وعشان درسي ديت مخنوع من البنك. حقيقة كلام. بقول لك ايه؟ يا لهوي يا بنت خلاص بقى يا بنت. قلبي زي ما بنعمل في الفيديوهات. حاجة؟ يا ستي بقى تعالي بقى خلاص بقى اتصالحي بالله عليك، والله العظيم انا اسف، بس والله العظيم بجد بحب. وانا كمان. ويا ستي انا عمري ما اقدر اقول لك الكلام ده والله. يا جماعه انزلوا تحت وقولوا لي انتوا متابعينا من فين، ومتابعين عبده عشان مين؟ عشان احنا الاثنين ولا عشان عشاني؟ بص يا جماعه، عشان هو بيقول لي انا مش عايزك معايا في الفيديوهات، وبجد انا زعلت قوي من الكلمه دي. يعني طب ما ده كان مقلب يا جدعان، انا بعمل المقلب دوت لاجل ان عايزكم ايه؟ انا دلوقتي انا عايزاكم تكتبوا تحت في الكومنتات انتوا بتحبوني ولا بتحبوا انا. يكفيني ان اخواتي عارفه ان انا بعمل المقلب دوت فيكي علشان هم. جيش بوسي يا جماعه، جيش بوسي ينزل تحت، جيش فراوله ينزل تحت ويكتب انا جاي من عند بوسي، انا متابع بوسي،
اكتبوا تحت في الكومنتات انا بحبكم اقسم بالله، وبجد لو كتبتوا كده انا هفرح جدا. عايزه تكسبي يعني الناس في صفك؟ عايزه تكسبي الناس لا في صفك؟ هم أصلاً طب حلوه قوي، طب حلوه قوي، بيحبوني. يلا نعمل تحدي. يلا نعمل تحدي ماشي. لما جيش بوسي يقول تحت في الكومنتات، وجيش عبده يقول تحت في الكومنتات. يلا وجيش بوسي وعبده يقول تحت في الكومنتات. والفيديو دوت لو وصل ل 10000 لايك انا هعمل لكم فيديو بوم بوم بوم. اعملوا لايك يا جماعه للفيديو عشاني، عشان تعرف ان انا اصيله. اعملوا لايك للفيديو ده عشان يا جماعه احلى اخوات في الدنيا. اه صح 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 صح، اللي ما عملش يفعل زر الجرس يفعله حالا دلوقتي، علشان ايه؟ هطلع لك من الشاشه، فاهم؟ هطلع لك من الشاشه. اه يثبت قناتي تحت وخش يا بنت. انت مني عشان اثبت قناتك يا بنت؟ انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ انا بحبك قوي يا احلى مسا عليكم. بصي يا عيد يا بنت، اضحكي.